سينمائيين بدينا قبل 15 أو 20 سنوات. طبعاً ما كان عندنا أي أدوات نقدر نستخدمها، أي نولج، أي تعليم، أي معرفة. فحاليا ما نشوف الجيل الجديد بدأ ينشأ على المعرفة هذه وعلى المفهوم السينمائي الصحيح، فجدا يسعدني. وكان بادرة رائعة جدا منهم أنهم يخصصون للسينما إبداعات، يعرضون إبداعات الطلبة ويبون ناس مختصين فيها ويراجعون لهم إياه ويصححونهم، يصححون مسارهم. جدا مهم في المرحلة السنية أن أنت تصحح مفهوم الطفل والمراهق عن موضوع، عن مفهوم السينما الحقيقي. قدرت أشوف مبدعين كثير كثير ما شاء الله من الشباب اللي عندنا، اللي عندهم القدرة الكبيرة ما شاء الله في أنهم فعلا يصنعون أفلام جميلة في المستقبل بإذن الله.